كثارة حجرية وعدة مداخل صغيرة، لأن المدخل الرئيسي ده للإله للملك وللكاهن الأول. المداخل الفرعية هي مداخل الخدمات، ثم المداخل الخاصة، المداخل الفرعية دي المداخل الخاصة بالكهنة وربما من يسمح لهم بدخول هذا المكان. حتى كان طبقا لمراتب الكهنوت كان في مداخل معينة لهذه المجموعة من الكهنوت، هذا المدخل، ولمجموعة أخرى مداخل أخرى حسب نظام الكهنوت. الفرنش المعمود يا الخلل ممكن يحدث في اي وقت، يعني المعرض يعوم على ميه، الناس بقى مفيش تعالج ليه بدل ما قاعده في الناحيه الثانيه هتشوف ساعات ارتفاع الميه فيها مثل النادي على وجهه الجانبيه الجانبيه، وانما النادي التمثيل المعارف منظر رائع جدا. الحاكم يقبض على رؤساء الاعداء زي كانه في بعض اذهابه، الايدي الممتده كده تمثلا توسلا وخضوعا وخشوعا، ماسك دبوس القتال في اضافه صغيره في دبوس القتال ما اعرفش ايه هي، شوفوا كده في جزء بارد المقمع، ماسك كل هذه الفؤوس وكل ادوات الحرب، بيتلقى السيف التقليدي من مين؟ من الله خنوم، من الله خنوم، وبعدين من الاله اللي بعديه لازم تكون من حيت، وبعدين مرة اخرى الاله ميت. عشان كده الناس لما لقوا خنوم ومن حيت وليت قالوا يا ده فلوس، يمكن طبعا انا ما اعرفش، لكن انا يعني لم اصل الى مرحلة الاقتناع بان ده فلوس. وبعدين هذا الطفل الصغير اللي هو لازم يكون زي ما قلنا حور احي او حور سمكاوي، الا اذا كان الاستاذ رشدي هو هيكون كده سرود. هو ساعتك لحد دلوقتي يعني ما نعرفش اسمه الحقيقي ايه، انما هو ساعتك مهتمين كل ما بنقول بالطريقه دي يعني. هو طبعا اصل حور سمتاوي اختلط مع حور يحيى او حورس الصغير او حورس الطفل اللي هو بقى فيها غرب وبقى هربوكراتس فيما بعد. وزملائنا المتخصصين في اللغه في العصر الاطلمي برضه بيتكلموا على انه ده يحيى اللي هو الطفل اللي دايما يرافق هذه الصوره، وهنا من حيث خدوا بالكم ما خدتش راس نبع ولا حاجه، ده واخده راس امراه عاديه بالقرنين وقرص الشمس، يعني ممكن جدا تبقى ايزيس وممكن جدا تبقى حتحور. وبعدين المناظر التقليديه الاخرى اللي بتجمع بين الملك ومجموعه من الالهه لا تختلف على الاطلاق عن كل المناظر المسجله على جدران معبد دنبرة اول. ثم النبي الخيزرانه، هذا الاطار او هذا الفيز الذي يحيط كل الصرح في المعبد، ثم بنجد ايضا ما تبقى من الكورنيش وعلى شاكله الملوك المصريين، كل واحده من وحدات الكورنيش لابد ان تتضمن اسم الملك داخل خرطوش. بعدين نيجي هنا منظر رائع جدا كمان، حسب الملك في رحاب هذه الشجره التقليديه التي تعرف باسم الايشي تري، بيمسك بعلامة السنين، والمفروض الاله بيقدم له الاعياد، بيقدم له الاعياد وعلامات السنين. واظن حضراتكم شفتوا هذا المنظر اللي بيمثل الملك في رحاب هذه الشجرة اللي بيسجل عليها اسمه. وبعدين في مجموعة مشاركة من الالهة في هذا الامر، نفس المجموعة خلوهم من حيث، ثم لابد ان تكون الالهة ميت فيما بعد، او ربما الملك نفسه اسف خلوهم من حيث والملك مرة اخرى من خلفه. المسطح في ان يربطه بين الملك وبين مجموعه من الاله. ويمكن من حسن حظ بعض المناظر التقديمه بالعلامات الرئيسيه الشائعه في كل معابد قريبه منا نستطيع ان احنا نتتبعها. اولا من يخرج من زهره الليتس هنا لابد ان يكون هو الاله نفرتون، وفي هذه الحاله هيكون هذه الزهره لابد ان يكون هذا الحورس الصغير. ثانيا الاله خنوم، ثم اظن ملحيت واضحه جدا هنا في هذا المكان، هذه الالهه مكتوبه بشكل مختلف هنا، والح واليه والت موجوده بشكل نبوة. ثم هنا يقدم هو مجموعه من القرابين، مجموعه من القرابين، خدوا بالكم بصوا هنا يا شباب، عباره عن انواع مختلفه من الخبز والفواكه زائد مجموعه من الطيور، وبعدين الجديد محاطه
في هذا النبات الا لعله يمثل سراب القمح او سعف النخيل او اي نوع مما يرمز الى الخضرة. لو بصينا تحت هنلاقي ان حاملوا قرابين اللي عادة اللي يمكن ان يمثلنا قليل بعضهن بيحمل على رأسه هذه العلامة. طبعا في تابحوا علامة ذات رحمة الله. ثم علامة سخت فوق الرؤوس دي بقى اللي عايز ان الناس تعرفها شوية سخت الثلاث مش ريشة دي ورقة من نبات ورقة نبات اللي هي علامة الاي في اللغة المصرية القديمة علامة الاي مش الاي هي ريشة نبات واحد الثلاث نباتات زائد قطعة الارض تتنطق سخت يبقى كأن هذا الرمز مقدمة القرابين هذه او رمز المقليم هذه بيقدم منتجات الحقل بيقدم الزرع وبيقدم الخير وعشان كده بنجد من طقوس التقديم الرئيسية طقس تقديم السخت باين هنا ولا اهو اليمين طقس تقديم السخت للآلهة الرئيسية في هذا المعرض استمرار الطقوس بنجد هلوم ومعاه يمكن حول ناج يتقف بنجد هنا جالسة على عرشها بيقدم قطعة القماش طقس تقديم هاتين قطعتين او هذين من دلين للإلهة نيت ومن وراء الإله نيت إله آخر لعله الإله راح ورخت بهذا الشكل او حنشوف اسمه ايه هنا وبعدين بنجد الطقس اللي بعديه طقس تقديم تاج الشمال وتاج الجنوب فوق في الصف الثاني الطقس مش نادر قوي موجود لكن متميز هنا في وسط شوفوا هنا نيت والملك في رحبة ولا تزال الألوان قائمة إيزيس صبت راع من حيت والملك وراء ثم الملك على الجانب الآخر بتاج آخر في حضرة الله خنوم يبقى هنا هتلاحظوا انه في توازن بين خنوم وبين نيت خنوم بالناحية ونيت على الجانب الآخر أظن أجمل تمثيل لسخت من علامة سخت طقس تقديم السخت الحقل الغيط قال ما استه جا الحال استاذ رشدي خلاك تخش انت ومحمود ولا وضعنا العلامات الثلاث اللي هي هذه الورقة بنجد صنبلة القمح شايفين صنادل القمح اذا ده طقس تقديم السخت التاج الشمال وتاج الجنوب زي ما قلنا بعدين من الجالس هنا هيكون لازم حرس الطفل فعلا الحور ده غلط بغض النظر انه في علامة كاء وبعدين الشيء الغريب انه بيلبس على رأسه او تاج عبارة عن القمر محاط بالهلال وكأنه هنا جمع بينه وبين الاله جحوتي هكذا تستمر طقوس التقويمة من قبل الملك لمجموعة من الاله بنجد هذا الفناء اللي لابد انه كان فناء اخر متكرر ثم يمتد المعبد في هذا الاتجاه ولو انه بتقول على مسؤول هنا لكن على الاقل اضع في اليمن ان كانت هذه الصلاه الاخيره فلا بد ان قدس الاقداس كان بعد ردها معينه كان في هذا المكان ده ما تبقى من سور المعبد والاسوار زي ما حضراتكم عارفين كانت كلها اسوار لبنيه واضح ان حدث تغيير هنا في هذا المكان كان الارتفاع او وجود الجنشاه الفعليه عند هذا المبنى ثم فجاه حدث نوع من التغيير زي الاضافات التي جرت في عصور متاخره في مقصوره من حطب الثالث في الكرنك او في مقصورة تحطم الثالث من حطب الثالث في الاسر او تحطم الثالث في الكرنك ايضا هذه الاضافة هذه البوابة اضيفت في عصر احد الحكام الرومان وبالتالي لا نستطيع نحن نتبين اي نوع من المناظر في هذا المكان هنستمر برضو في هذا الاتجاه زي ما حضرتك شايفين يعني معناه انه في فتح او كسر غير طبيعي يعني في كتابات هنا كم مش الناحية الفتح لا مش هنخش طبعا في هذا الجزء الذي تم صقله خلي بالكم يا شباب الجزء ده الذي لم يتم صقله ربما لسه لم تضع الخطوط الرئيسيه او التخطيطات الرئيسيه لكنها واضحه ان في خطوط وفي اعمده وفي بعض العلامات بدات ترسم في الخطوط الارشاديه في التخطيط العام لتنفيذ او تصوير خرطيش وعلامه الكلو باينه تحت الخرطيشين الى اخره يعني ايضا كان هناك الاتجاه في انه هذا الجزء يستكمل لكن طبعا لم يستكمل حتى في هنا طبعا انه سوى هذه العلامات البسيطه وبرضه واضح اللون الاحمر هنا يا شباب يعني عايزين ناخد بالنا منه كويس لانه ان كنا بنجد
في مقبرة تيتو غير وفي بعض الأفراد المصرية أعراس لم تستكمل. وبرضه بنبقى سعداء إن احنا نجد أعراس لم تستكمل في مثل هذه المعابد الضخمة للعصور المتأخرة، لأنه الغير مستكمل نادر، وخصوصا فيما يتعلق بالتخطيط. وكان واصل فعلا لمرحلة الصقل النهائي. انظر آخر، شخص آخر، الأمر واضح بالنسبة لحضراتكم، الملك أو الحاكم هنا لابس تاج الشمال اللي زي تاج الإله نيت. نيت اللي كانت الإله الرئيسية التي تعبد في صال حجر في منطقة سايس. ماسك العلامات التقليدية كلها على علامة لب، الواس والجد والعنخ وفستان علامة إيه أنا مش شايفها. وبعدين هنا بالتأكيد ده حور بغرت، اللي هي صورة من صور بائحي، صورة من صور إحي، أو صورة من صور حور سيماتاي، لأن النص هنا أكثر وضوحا. جد مدوئين في الحرسين وفي الدرعين اللي موجودين، وفي الطفل اللي حاطط إصبعه عند فمه، والدرعين في هذه المرحلة نفتوا فا. شوف الدرعين اللي عندكم كا، هنا لازم نفتوا فا. حورس الطفل بخصلة الشعر التقليدية، ووراه طبعا اللي داخلهم سيد اسلام. سعادتك العلامة اللي تقريبا هي بتمثل العجلة بتاعت الفخراني وعليها الفازة اللي هي خاصة بالإله خنوم. اه والله انا عندك حق اسمه المشهور في عندي فعلا العجله بتاعت الفخاري اللي بشكل عليها خنوم الطفل. وبعدين قلت ايه انواع ولا حاجه؟ اللي هي الطيله نفسها اللي الصلصال اللي بيشكل منه مش عارف. لا بس مش كده كده بس كده ماشي الحال. لا تمام. هنا بقى نقطة مهمة جدا بالنسبة لحضراتكم اللي بدور على الاسم. لما تشوفوا نزل الخنوم السطر 1 2 3 جد بيقول ايه؟ الخنوي نب ط سني. التاء هي الارض تحتها ثلاث شرط، وقطعة الارض مائلتين كده على شكل مثلثين، والسين والنون والت وعلامة المدينة. يا يعني منطقها سني يا يعني منطقها سنت. التاء في هذه المرحلة وفي مراحل أخرى سابقة بتخفف نطقا، ما زي الكتابة بقت كتابة، تخفيف التاء مفتوحة إلى تاء مربوطة، والتاء والراء والاي من العلامات القابله للتخفيف والسقوط نهائيا. يبقى لما حد يقول للناس فين اسم البلد؟ طب ينب. كان في بعض الناس بيقولوا التاء سنت، لان طبعا الادوس خدوها بالنط، انما معناها الاخت. طبعا تاء هنا مش الاخت، انما تاء الارض وسنت. تاء هنا مش اداه التعريف وانما دي الارض، وسنت هنا مش الاخت وانما ده اسم المنطقه. ما اعرفش سيني ماذا تعمل. فهنا اظن عندنا مثال واضح لاسم البلد. طقس تقديم بقى اللبن والنبيذ والاواني التحرير، اواني العطور والانيتين التقليديتين اللي فوق، كل دي ليس فيها من جديد. مؤاخذة يا دكتور مش عارف يعني هنا ذكرت كثير كلمة الباعة داخل الخوط مش داخل الخوط مش في حد له رأي؟ أنا مش عارف. وبما أن هذا ما أعتقدته يمكن مرتين الفرعون بس. حاضر. حتى في مصر القديم. يعني من دون الألقاب الرئيسية كده أو غير رئيسية أن اسم الفرعة تحط أستاذ. شفناها دي في حتى؟ ما شفناهاش خالص. إنما كل ما في الأمر اللي إحنا عارفينه أن لغاية الأسرة 18 مصر الأول مصر 18 كان برعاء من القصر. من القصر. ابتداء من عام تقريبا تحط أستاذ، وفي رأي بعض الناس إخنتون هما كان شفنا ما يثبت في عهد هرطشتالت فترة كده ان هو اللي فعلا بدأ من عهد ان كلمة ترعى تعني الملك. تمام؟ او حتى هنقول على في الامام فعادي اخناتونا انتهى من اواخر الاسرة 18. وعندما كانت تذكر كانت تذكر في سياق نص ان الترعى خرج او دخل، لكن عندما يتحدث عن الملك كان لازم يعني سوديت لسارعة ما فيهاش حتى وضع في الامام امير تاوي ما فيهاش كده. لكن كون ان هنا يذكر الترعى داخل الفرتوش هي اولا فين؟ هل دايما بتذكر في جانب معين من المعبد ولا على كل جوانب المعبد؟ هي على كل جوانب المعبد يا استاذ. هو يعني انا شفتها من الجزء الخلفي في الدافع من هنا من الناحيه. هل انا لما شفت ادفو وغيره عشرات المرات ما اظنش انه لازم تكون في اتجاه معين. هل هنا يقصد بها الاتجاه بتاع القصر؟ لان لكل معبد قصر ملحق به. لكل معبد قصر ملحق به. انما انه القصد يكون انه هنا يحدد اللي ده اسم هو ما اظنش يعني ما فيش. او في تفسير اخر كان طرح بيحاولوا ياكدوا انتمائهم لمصر وبيحاولوا ياكدوا شرعيتهم وبيحاولوا ياكدوا انه دافع. وربما يمكن ده يبدو اكثر منطقيه واكثر رجاء انه يتفق. انا بس انا لك عايزين نلاحظ هل في كل الحالات موجوده؟ لا يبقى رغم ان اسمه موجود
هو البنك المصري لما تعود على الاسماء اليونانيه ولا الاسماء الرومانيه، هو ده اسمه اوتوكراتوني، ده اسمه كلاوديوس، وده اسمه سبتينوس، لا هو ده يبدو اكثر منطقي. فهو عايز بعض النص، لان النص بدا بايه؟ معناته جفر الناس، طيب ودي بعض القاب هذا رجل تمام، وبعدين فجاه بنلاقيه بينتهي في فرعون. يبقى في هذه الحاله عايز يقول ان انا الملك، انا الحاكم، ولا اظن انه ممكن يكون في حاجه الا اذا كان زي ما بقول ده بيمثل اتجاه القصر يعني. او يكون الفنان صعبان عليه يكتب اسم ملك اجنبي داخل خرطوش، بس ما كانت هو كتب فوق، هو يفرض ان هو يفضل حاله ويدي له يعني، هو عارف ان المصري فاهم فرعاه يعني. وخد بالك لما هكتب فرعاه في البتلمي مش هكتبها كده، لا اشكال تاني خالص، ده في اطار اللغه في الميدل ايجيبشن، في اللغه في قمه الصداره. فهو زي ما تقول عاوز يكتب للناس اللي هم عارفين اللي هو عارفين اللي الناس تعود ولا لا. اعتقد انه ده التفسير اللي يبدو انه اكثر قربا منه. برضه نقطه ظريفه جدا ممكن تفهمها على الناس يعني، نشكر طبعا الزمن اللي قلنا عليها. نعم هنتفق اولا ان ده هنقول عليه فنون حرفه غلط، حرفه غلط خلاص. لا ما هذا واضح، ما لازم في علامه مع الواس والعنف والجد. نعم الحمد لله. هذه انا الاستاذ مجدي بس هي محشوره طبعا شويه، محشوره مش 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 طبيعيه. هي قال ان العجله بتاعت فخراني ولا صح؟ هل هي ممكن تكون زهره اللوتس؟ لا لا بتاعت فخراني كانت موجوده، هتشوف من الدنيا ولا ما بيعمل الخلط والحاجات. لا ما هو اللي عارفين منه، لكن هل مقصود بيها هنا؟ هل في كل المنازل اللي مع خرمون؟ لما تشوفنا كده من الدخل وبيشكل منظر كده مع خرمون تاني، هل الناس ما فيش تقديم على العلامه دي؟ طب في المنظر الاعلى صارت ده بيقع الملك بيقع فين؟ فوق اعلى. لو نرجع ورا شويه واضح بيدخل المنظر ده يا ست ملك بس مش واقع عليه ست فرس من الناحيه دي بيطلع على الشرطه. طيب الفرس ده ست يا ست يا سبحفاء يا فرس ده يعني بيطلع على ست منظر هذا الطرف على اثرنا منظر السلحفاة اصبح منظر تقليدي انه يعبر عن انتصار خرس على سيدنا، واصبح استنبة معينة لازم تسجل في كل المعابد سواء هذا الرمح ولا انه هو مش في وضع قتل على الاطلاق، او هذا السهم بيقتل به سلحفاة او طرف نهر او تمساح احيانا اسف او خنزير كمان، اربع حاجات خنزير تمساح فرس نهر سلحفاة. ان وجدنا هذا المنظر يبقى معناه الى حد كبير شوف عشان اكون حاضر ست، لكن في بعض الاحيان الروح الشرير قد يقصد به اي روح شرير، لكن هنا غالبا الغزاله، الغزاله بقى ما لهاش صله بست، الغزاله لها صله بروح شريره، واحنا اظن شفناها او اتكلمنا عنها في مكان من الاماكن، بيذبح الغزاله بيقدم ده موجود في الكرنك، في الكرنك شفناه بيذبح الغزاله هي ماسكها من قرنيه وبيقدمها للالهه منحيت. بيعبر طبعا هنا يعني في منظر بيعبر عن العلاقه بينه وبين الالهه الرئيسيه اظن خلوم ومنحيت. هنا هتلاحظوا مره خلوم معاه منحيت ومره معاه نيت ومره بنجد نيت ومنحيت الاثنين مع بعض. الفيسترم بتاع يبقى المنظرين دول مهمين جدا. هنا معايا الاثنين الفيسترم بتوع فوق الالهه نيت واضحه، بعدين هنا الالهه منحيت ايضا في شكلها هذا الغريب زي الجزيز او حتحور. هنا بيقدم السخت اكثر اللوحه، السخت هنا بقى مش ما بين كل زهره وزهره او ورقه ورقه سنبله القمح، وانما نبات اخر زي برعم زهره لوتس او شيء من هذا القبيل. هنا خلوم وهنا لازم هيكون حارس الطفل لانه واضح انه عارم. بعدين هذه المركب المهمة جدا هي مركب الله سكر، مركب سكر، واضح ان رأس المركب على شكل غزال او شيء من هذا القبيل، في رأس اخرى معاها، في مجموعة العلامات المائلة دي الافقية، وبعدين في تمثيل لناووس وفي قلب الناووس زي قرص الشمس مربوط بحبال، وبعدين بنجد الله سكر. كلنا كنا بنشوف بنتكلم استاذ واحنا امبارح وكلنا والاخ محمود عن دور سكر في الساعة الرابعة او الخامسة من كتاب الميدوات، فدي مركب سكر، مركب
الاله سكن. هنا في رحاب ثمن الهات او ثمن سيدات، من يمكن ان نتوقع انهم يكونوا السيدات دول؟ تبلغ دول الله مش كده؟ هل كلهم سيدات ولا اي واحدة فيهم سخمت فوق؟ او انا اسف بالحيط كلهم تصور كل بقى دول في التبانية دول شمول ولا نعم؟ انا اعتقد ان دول الحتحرات احيانا، ولعلهم الحتحرات ممكن يبقوا سبعة وممكن يبقوا ثمانية بما لهم من دور في تربية الزبون ده وفي ارضاعه لكي يصل الى مرحلة الملك. هنا الطقسة التقليدية زي طقسة الحبسات، هنا الاله جحوتي، وهنا بقى المنظر الجميل يرفع بين يديه علامة السماء. لما بيرفع بين يديه علامة السماء عشان بقى في الظل ظليلة مش كده اللي هي ظلمات شمسية. وكأنه يقوم بدور اله جد يساعد بشكل رمزي في رفع السماء، مفيش اي مشكلة على الاطلاق في حضرة اله خنون ثم في حضرة نيت ثم تستمر المناظر. يبقى حتحرات تعرفين بقى دول عوانية اول واحد على راسها لا مش خنون اولا في ارنين فعلا وفي واجهة وواجهة يمكن على الشمال وفي دايرة في النص مش كده؟ ايه اللي في الدايرة بقى؟ علامة ايزيس؟ كرسي ايزيس. يبقى ده صحيح، يبقى هم ايزيس وحوات السبعة. ده منظر ظهر في اماكن كتير جدا، يبقى ايزيس والمربعات او المربعات سبعة مظبوط مش كده؟ اربعة وثلاثة فوق. دايما احنا قلنا حضراتكم عارفين هذا الكلام، انه لما يختلط الامر عليه ما بين ايزيس وحتحور ومنحوت مش عارف ايه يقوم يحط علامة على قرص الشمس، يا اما ايزيس يا اما نفتيس. نفس الطولي اللي هو زي علامات اظافر او حاجه زي كده ولا ايام كل حته على اعمده فعلا دي مشكله كبيره جدا وكلنا بنتكلم فيها، عمليه انتزاع او قشط بعض الكتل او بعض الاحجار من جسم المبنى. مش انتوا شايفينها دي في كرنك وفي الاقصر وفي الدنيا كلها؟ الفكره اللي كانت سائده انه في القرنين الاخيرين او في القرن الاخير في اطار عقائد معينه لدى الناس في العصر الحديث، انه اللي عايز امنيه معينه، اللي عايز يعمل تميمه معينه، اللي بيقول يا رب تخلص الرحله او الرحله تبقى قصيره، ونعمل حجاب ونحط فيه قطع من الحجاب. اللي عايز تتجوز او اللي عايزه تحمل او اللي عايزه مش عارف ايه الى اخره، ده كان بيتم. بعض الناس بيقولوا لا، ده في حتى قبل هذه العصور كان في عقائد مثل ربما حتى من العصور القديمه نفسها، وخصوصا في المرحله المتاخره البطلمي والروماني. وحاول بعض يقول ان نتيجه ان اجزاء كانت مردومه. طب ما هو مردومه ايه؟ طب ما هو ممكن يكون ده مش مردوم. كان بيصل الرديم الى هذا المكان، لو انت لاحظت ان الزهاره دي موجوده، يبقى ما دام ده كان مردوم هنا بقى كان برضه بيكشفوا زي ما يكونوا بيسموا سكاكين، زي ما يكونوا بيكشفوا عشان يستخدموها كده معاه. دي التفسيرات اللي بتتقال، بس انا عايز لو حد يقدر يلاحظ هل في مستوى معين ما فيهوش هذا الكشف؟ واضح ان المستوى السفلي تقريبا ما فيهوش. يبقى معناها يا جماعه ان المعبد كان مردوم لغايه النصف تقريبا. والجزء العلوي يعني شوف الاستاذ رشدي بيقول لغايه 80 كان مردود. لكن نيجي بقى لظاهره الكشف دي، احنا معانا زملائنا المفتشين والفريق وحضراتكم، تفتكر يعني الاسباب اللي اتقال دي انها تمائم وحاجات يتباركوا بيها وعشان يتجوزوا دي مش معقول ليه؟ اصل كانت حاجه ونحطها في ما يكتبش. امال بيلف حوالين الزعران ليه؟ ما هو بيلف حوالين الزعران في البحر. احنا بنعمل صغيره يعني هنعمل ايه واحنا لسه في اول النهار والناس تعبت من الشمس، لكن سجل الشهود الخاطئه على مصر. شايفين الشهود الخاطئه على مصر؟ طبعا انا حارب العمل حق خالص، انما اللي موجود عندهم في المسجد سجله. نيجي هنا المنظر التقليدي تماما محيط اجمل من كده، ما فيش هي دي. بعدين معاه اسد طبعا بيرافقه الاسرى، هنا ماسك انا مش عارف ايه الزياده في دبوسه القتال ده، في حاجه شبه تكون ورقه مع دبوسه القتال او قطعه معدنيه مصفحه مش عارف. وبعدين المناظر التقديمه التقليديه، ما فيش فيها اي جديد، تقديم السفن وتقديم قطع القماش. هنا في تقديم مركب شوفوا ظريف جدا لابس زي تاج منتو، شايفين كده بعد
لا بيستقبل انت بيقدم مركب فيها قرص الشمس بيقدم مركب رائع بيقدم رحلة مع مرحلة من مراحل رحلة الشمس ان الاسد بيروحش ده طبيعي لكن عايز اعرف ايه اللي ظهر في المقنع عايزين اكون مرأة نبات لا موجود ده لا موجود ده شكرا لا كان معرفة العروضة كتير جدا اثنين يا بيه ثلاثة مغامين ثلاثة مغامين عفيد في ثلاثة عشان اعرف ارضية المعابد كانت بتتم ازاي وبعدين الملك او الحاكم خارج من قصره او القصر اهو اللي بتفكركم بالبوابات القصر اهو خارج من القصر قدامه الاعلام التقليدية الاربعة برموز مختلفة انا بيس وحورس وجحوتي وخلوم وهنا الكائن اللي بتاهر لابس جلد فهد ما فيش حد احسن من حد وهنا هتقولوا يلا ده في تناهل بقى ده لازم نخلطه عشان طبعا احنا في مرحلة مختلفة ادي حملة القرابين الملك نفسه شايل القرابين واسمه فوقه او الحاكم نفسه وبعدين العلامات التقليدية اهو ما غيرهاش عنخواص نبحة اف ميراجيت دي ما غيرهاش عشان المصريين يفهموا لما المصريين كتبوا حجر رشيد بيشكروا بطليموس الخامس مش هو الخامس بيقول لهم متشكرين جدا كتبوها بالخطوط بخطين من خطوط اللغه المصريه ولغه الوزاح هو كمان بيقول لك عشان الناس تعرف ان الفرعون ده لابد ان يتمنى له ان يعيش الابد فالنص ما غيرش حاجه في البكلام هنا رغم ان دي كتابه تكاد تكون مختلفه قال لك اهو عن خواص نب ح اف وراء بتحيط بيه بتلف بيه نور عجيب بسرعة اداها الرئيس ايه مش مشكله انا في رحاب مجموعه من الرياح هتلاقي مخنوم وهتلاقي يميت بعدين الالوان الجميله اللي ما حدش واخد باله منها دي من كل هذه الخراطيش ومن كل هذه العناصر النباتيه والقرايس لم يتغير انتوا ما شفتوش الالوان الجميله على الجانب الاخر وهنا الجزء المحتمل جزء من كنيسه قلت لحضرتك عليه شوفوا هنا الخراطيش شكلها ايه شوفوا النصوص هنا مكتوبه براوعه شديده ازاي مختلفه عن النصوص المكتوبه بسرعه وبعدين هنا فين بقى؟ اشرحوا لكم المنظر الفلاني ده سهل قوي. بيقدم المعبد. بيقدم المعبد. بيقدم فوق خالص في اطار الشكل الاسطواني ودلوقتي المعبد وبيبخر البخور نازل تمام. وبعدين هنا بياخد منه علامة السنين والعياد. مفيش مشكلة. وهنا مبتسم مش هو الراجل برضه فوق مبتسم لابس تاج الجميل وتاج المكان تحت مبتسم لابس تاج زي الاتي الكلاين وبيتكلم هو بقى خارج دلوقتي من المعبد. على صالح انا بقدر بقى وتحتها علامة نب وقدامها النجمة والتعبد اهو واضح الشعب بيهلل زي ما سقفولك لما جيت زي ما جيت لما تسقفولي ادي الملك طقس التكبير التقليدي بعلامة عين خواص تكبير رمزي اللي لا حورس من ناحية وبعدين لا يشحطي من ناحية شوف هنا بقى حورس مين مش اي حورس حارس ايه حارس ابن عزيز ايوه وبعدين ايه اللقب ظريف يوع وارث ظريف وارث ظريف وبعدين وراه الله ملحيك هنا بقى ملحيك احلى مره كتبت فيها واوضح مره كتبت فيها ده كتابها باشكال مختلفه في الجرافيك لكن هي كتبها في النادي اسمها مصر القديم الملحيك المن والنون والحاء والواي والتي وارث وبعدين الشيء الظريف ان كمان بيربطها بسخنة بوجه فلسطين شوفوا سخنة البعثية دي السخن والخاء والخف وقطعة الروح والتعبان هو برضه المصري لما كلها جرى عليها شغل لها سخنة المنظر المتميز ظاهرة اللوتس والبردي الوجات الواجد والنخبت ولو ان هما اثنين واجد لكن هما واحدة بالشمال واحدة الجنوب واجد نخبت في حيطة في هذه الدهاتين الزهرتين الالهتين الرائعتين دول بيقبض على يديه بلمسة رفيع يا سلام الست اللي فوق لابسة تاج الشمال يبقى واجد والست اللي على الجنوب هنا على يمنا نخبت شوف البسوس بالبسوس لو هي ماشيه في هذا الاتجاه
تقول اتفضل كده في سهوله ويسر اطمن. يبقى نخبه الواجد علامه نخبه فوق دي وعلامه نخبه فوق دي وفوق امتاج الشمال وفوق امتاج الجنوب وجيد فوق ايه نبت الذب بتاعت بوتو وفي وبعدين هنا نبت نخبه او نبت نخل اسف اللي هي منطقه دراكومبرس وكاد بيعتبر هذه الهنود هذه سيماتاوي وهذه حور رحي او حور بغرس وبعدين لها رئيس كله يعني كل من اشهر حور المنظر ده من اشهر مناظر في هذا المنطقه. لكن احنا بعض حضرتك عملت ملاحظات ظريفه والاستاذ نجدي والزملاء في حاجات كتير قضايا الفرعه مش الفرعه وسحلفه ومش سحلفه ارجو ان احنا نرجو الناس استغل كل المسطح الدائري كل قصر الاسطول لهذه النصوص الملونه الرقاع المنقوشه نفس المدرسه اتجاه متنوعه جدا مفيش واحد شكل ثاني ويمكن هنشوف اجمل اجملهم اي باكي السقوف مليئه بالمناظر وخصوصا تلك المناظر التي تتحدث عن المناظر الفلكية الأبراج السماوية حركة الغاز المراكب المجموعات التقليدية للمراكب 18 و18 ولا كام وكام وكل واحد في 10 وكل 10 يبقى 180 يوم يبقى نص السنة هنا ونص السنة هنا المجموعات التقليدية المعروفة 360 يوم بنجيب 5 أيام الأعياد أو 5 أيام المسيح لكن دي سنة دلوقتي ونمشي هنا خلوم 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 وشفنا خلوم 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 8 امبارح في روحه صغيره في مفتوح انا بتعبت خلوم في الفاضي كده.